بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حضرنا في قاعة الشهيد محمد علاء لإجراء تكملة ما قمنا به أكثر من سنة مفاوضات مع الجانب الكوري لغرض إعادة تأهيل طائرات التي 50 العاملة في قيادة القوة الجوية. الحقيقة تمخضت هذه اللقاءات عن الموافقات الأخيرة اليوم سوف نحتفل بها لغرض العمل على الطائرة فعليا خلال عام 22 لإعادة وتأهيل 8 طائرات تدخل الخدمة إن شاء الله بنهاية هذا العام. هذه الطائرة حقيقة من الطائرات الحديثة عالميا، تعتبر جيل رابع بلس. القوة الجوية العراقية هي محتاجة حقيقة في الوقت الحاضر لخدمات هذه الطائرة تدخل الخدمة من الناحية التدريبية ومن الناحية العملياتية. فنحمد الله ونشكره على إنجاز هذا العمل الجبار حقيقة، والشركة الكورية كي حاليا في هذه الاحتفالية موجودين معنا وسوف يقومون بأعمالهم إن شاء الله مباشرة من بعد غد إن شاء الله.